نبيل الجاي مقدم ومنشط برنامج أجيال تبان مع كيمو. اليوم إن شاء الله بحول الله عندنا البرايم الثالث اللي هو آخر برايم في هذه الجولة الأولى في جهاز فاس مكناس اللي غادي نختاروا. اليوم غادي نشوفوا 5 ديال المتابعين، شفنا في البرايم الاول 5 وفي البرايم الثاني 4 وفي البرايم هذا 5، وان شاء الله غناخذ منهم جوج، كل جوج من كل برايم باش نديروا السهره الختاميه باش نعلنوا على شكون اللي غادي ياخذ لقب اجي تبان مع كيمو. هذا البرنامج اللي هو برنامج مسابقات واكتشاف مواهب في الغناء، والحمد لله حنا كنعرفوا بان مدينه فاس ولاده وعطات مجموعه ديال الاسماء ومجموعه ديال الاصوات ومجموعه ديال الملحنين اللي برزوا على الساحه الفنيه المغربيه. الان تتاكد مدينه فاس مره اخرى انها دائما في الموعد، انها كتعطي الخلف للاجيال والرواد اللي خرجوا من هذه المدينه. سمعنا مجموعة ديال الأصوات الجميلة واللي كل مع لجنة التحكيم، طبعا كل مرة كتكون لجنة التحكيم كتكون أساتذة وملحنين وشعراء اللي كيعطيو نصائح وكيوجهوا هاد الشباب، ولكن كنكتشفوا وكنتفاجئوا بأصوات المستوى قادمة بقوة إلى مشاهدنا الفني المغربي. حنا في حاجة دائما بزاف ديال سعد المجرد وبزاف ديال حاتم عمور وبزاف ديال دنيا باطمة. الآن الأغنية المغربية كتعرف واحد القفزة نوعية، واحد الانتشار على مستوى العالم العربي وكذلك على مستوى أوروبا وكندا. كنوعدوا الجمهور إن شاء الله بأنه غادي يشوف أصوات جميلة جدا، أصوات رائعة، واللي مساعدة الكوتش اللي كيوجههم والفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ عزيز العلالي اللي كيمرن معاهم واللي كيحطهم في يعني كيعطيهم النصائح الموسيقية بالنسبة للاغام بالنسبة للصوت بالنسبة للأداء. فهذا البرنامج إن شاء الله بحول الله هو الآن على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي موجود، كاين متتبعين كثار وكيعرف واحد النجاح كبير، وهذا كله مجهودات خاصة للسي كمال العبي وكل الفريق ديالو اللي معاه، طبيعة الحال بمساندة الإعلام المغربي اللي حاضر بقوة معنا، وكذلك كاين بعض الجرائد وبعض المجلات الأجنبية اللي يعني أشادت بالبرنامج وبالفكرة. هي حقيقة فكرة دائما موجودة من عرفناها من برنامج مواهب الصباط ديال الجرائد تاع البي جيراري، كذلك عرفناها في أضواء المدينة مع الراحل اللي افتقدناه مؤخرا الزحام العالمي الله يرحمه. اليوم هذه الفكرة تستمر، وما أحوج الشباب للفضاءات بحال هذه باش يبدعوا باش ياخذوا وتكون عندهم الثقة في نفسهم أنهم يولجوا هذا المجال اللي هو مجال فني ثقافي، والمغرب غني بإيقاعاته وأنغامه من طنجة حتى القويرة، من الألوان الموسيقية التراثية ديالنا الجميلة جدا اللي باقية ما تكتشفات كلها. وأكبر دليل على أنه الأصوات اللي كتفرض وجودها في العالم العربي الآن في البرامج الشهيرة مثلا كدو فويس، مؤخرا الطفل حمزة البيض اللي خدا دو فويس كيدز، شفنا البرايم الاول ديال دو فويس ديال الكبار، جوج اصوات مغربيه اللي تم اختيارهم بسرعه، وكل اعضاء اللجنه كادم صاهر وكلهم داروا، عصام و على ما اظن عبد العزيز شيماء ما عرفتش الاسم ديالها، لكن اصوات دائما بطبيعه الحال مراد البوريقي، بطبيعه الحال بزاف ديال الاسماء اللي برزات في هذه البرامج الكبيرة على مستوى العالم العربي. الآن برنامج أجي تبان مع كيمو ماشي على نفس الخطة، كيواكب هاد الشباب، كيفتح لهم فرصة وكيعطيهم مجال فين يبدعوا، لكن مع المواقع التواصل الاجتماعي اللي كتعرف انتشار كتعرف تفاعل ديال الشباب وديال الكبار. هو برنامج من 7 سنين حتى 77 عام. بارك الله عليكم وشكرا على الاهتمام.